الرئيسة، يعني احنا يمكن قعدنا فترة طويلة نبي نستمع للآراء بشكل عام ونسمع الأفكار اللي تطرح وغيرها. طبعا المشروع ما أعتقد أنه يبي هذه السرعة للمجلس، أنا أخذ له سنة ونص، كلنا اطلعنا عليه، كان موجود علينا، مر على اللجنة التشريعية، ناقشته وتحدثنا فيه، وأرسل اللجنة المختصة، رئيس اللجنة مشكورا، وأعضاء اللجنة أيضا كانوا يطلعون أول بأول على اللي قاعد يصير في المشروع. وكل هذه التعديلات اعتقد ان غالبيه الاعضاء في اللجنه، انا ما اعرف، كانت متفقه عليه. الحين انا بادش في الواقع، انا ما بادش في النقاش اللي يعني موجود اليوم. احنا عندنا امرين، عندنا المرسوم وعندنا المشروع. اما ان احنا اذا الاخوان يعني البعض طالب بالرفض، انا معاهم، يلا بنرفض الاثنين. طبعا لا بتمشي زياده اللي هي ذي السنتين ولا بتمشون الزياده. خلينا نكون واقعيين، المرسوم قانونا يحتاج لإيقافه رفض المجلسين. لازم يوضح ذي الأمر حق الناس. أنتم مو الحلقة الأقوى اللي أنت بتطيح مرسوم. خلينا نكون واقعيين، هاي دستورك من 2002 ما عارفين إحنا حاطه يعني. هو بذي الطريقة، عكس المشروع اللي يحتاج موافقة المجلسين عشان يمر. إحنا عندنا أداة مرسوم اليوم موجودة أمامنا وعندنا مشروع. هل هم في 95 ألف متقاعد بيستفيد من السنتين؟ انت على الحين بتقول لي شوي وايد، اوكي خلف، بس زياده سنويه بتمشي الان سنتين وباثر رجعي حق ذلين المتقاعدين في ذي السنتين. انت تبيني ارفض المرسوم والمشروع، يعني حتى ذي الزياده ما تبيني امشيها. هل ذي يقبل؟ عكس اللي موجود، انا بقول الحاله الثانيه الان. الحاله الثانيه المرسوم طبعا اوقف الزياده السنويه، واحنا اكدنا وصرحنا ان هذا الامر لازم يرجع وغيره بتصريحات واضحه وكلام واضح. وقعدنا سنه ونص وما رجعنا. أنا أتكلم بواقع، لا حد يزعل مني، هاي الواقع. اللي يقدر يرجعها ويقول لنا الآلية بالترجيع كأداة مجلس تفضل يقول لنا. يعني سنة ونص الأخ أحمد الأنصاري، وأنا أتكلم حقيقة يعني أن الأخ أحمد الأنصاري وقف وقفات يشكر عليها، خلينا نكون واقعيين وما نظلمه، لأنه وقف وتعرض لضغط وكل المجلس يعرف، وأصر أنه يطلع أعلى مكتسبات. وشكرا أيضا لمعالي وزير المالية اللي تجاوب بعد ذلك، وشكرا لك أيضا معاليك اللي تحركتي في جوانب كثيرة حتى تحاولي تحقين أكثر مكسب. هذا الواقع اللي نقوله، يرضي؟ أعتقد أنه ما يرضي، هاي أوكي خلينا نكون واقعيين، لكن ذي الواقع الآن اللي عندي. إما أمشي الأمر ومشي سنتين وأقول أن المرسوم فتح مع التعديلات مات المشروع ان هناك مجلس قادم ممكن ويضغط في برنامج عمل الحكومه مثلا انه والله تحقيق الفوائض لا بتمشي الزياده السنويه، هذه ايضا مفتوح، خيار مفتوح. انا ما سكيت الباب عن الزياده السنويه، مفتوح للمجلس القادم او اللي بعده، وكلكم قلتوا نثق في معالي وزير الماليه. شلون تثقون فيه وتقولون ما بيمشي الزياده السنويه عقب؟ لا هي واقع، انا والله اتكلم بواقع، لا اقصد اي حد، وهو انا محب لهم يعني، بالعكس اخواني واعزائي، واحنا نقف في الخطا نقول خطا والصح صح. هل يرضي النقافه؟ ما يرضي النقافه، واعتقد حتى معالي وزير الماليه وايضا جلاله الملك ما يرضي ايقافه، وما اصدر هذا المرسوم الا بعلم الحقيقي ان هناك ضرر اكبر. خلينا نكون واقعيين، انتم اصحاب مسؤوليه اليوم، الامر يرجع لكم. والله يعني انا يمكن ما اكون موجود اصلا في المجلس القادم ولا ارشح في المجلس القادم، لكن اتكلم بواقع ومنطق. في 95 الف متقاعد، جزء عود منهم ينتظر هاي الزياده ال 2%، يقول لك ماشي لي انت حي هالسنتين وطالب بعد ذلك لي بالزود. هاي الواقع. وفي ناس نعم قالوا لنا رفضوا لا توافق، وكنا نتناقش معاهم امس الندوه اللي يمكن تكلم فيه الاخ ممدوح، نعم في ناس دخلت وطالبت النواب بالرفض، في ناس دخلت قالت ما جيد انتم طلعتوا على الاقل اكثر شيء تقدرون عليه، في ناس قالوا لا يؤجل التصويت على الموضوع وغيره. في اراء مختلفه. انت تقول لي نعم امثل الناس، من الناس اللي تبي تمثلهم انت اختار. ما نقدر نقول ان الاغلبيه موافقه الاغلبيه رافضه. نقطتين كان البرلمان باكمل اعتقد رافضها، خصم 6% والعمر اللي هو التقاعد المبكر، والناس كلها رفضته، ولذلك كان راينا واضح ان هذا الامر لا يمكن ان يمر وما نوافق عليه، وقلنا مستحيل ان نوافق على هذا الامر. الى ان جاءت الحكومه وقالت طيب هاي الموضوع الموضوعين خلص احنا تنازلنا عنهم بمساعدة الناس للبرلمان. للأمانة كان في تحرك شعبي من الناس وكان تواصل وغيره، أيضا المواطنين كان لهم دور في دعم النواب في هاي النقطتين، وتجاوب الحكومة أيضا مشكورة مع هذا الجانب. لذلك حتى أنا فقط قد ذي الكلمة وللنواب أوضح للناس،
احنا امامنا امرين، يا مشي زياده سنتين وبعد ذلك نطالب، او ما مشي ولا شيء ونقعد نطالب مثل ما صار في 3 سنين ما مشي شيء. هاي الواقع، هذه حتى توضح للناس، لا احد يشوه سمعتنا ويقول هذا لين مع الحكومه وبعض الاخوان اللي قالوا عن بعض النواب انهم ما استلموا مبالغ وغيره في كشف حساب ختامي. وهذه يعني اطلب حقيقه ان من الناس نختلف في الراي بس نحترم بعض، يعني ما يجوز هذا الامر. انا اختلفت مع الحكومه في امور كثيره، منها الضريبه انا ما وافقت عليها مثلا، وقلنا هنا ارائنا وقلت حق وزير الماليه النقاط وغيره وتقبل الراي، لا غلط عليه ولا هو غلط عليه، وايضا وزير مجلسين نحترم بعضنا بالاراء المطروحه.